مجددا تعود أزمة المشتقات النفطية في عدن والمحافظات المجاورة، وتتزايد طوابير السيارات وساعات انطفاء الكهرباء وغضب المواطنين المحرومين من أبسط حقوقهم. ما يستحقش أن الشعب يذوقها من المعاناة، يكفي الانقطاعات، يكفي على الحروب اللي صار في بنحنا. يعني الناس محتاجين لركوب سيارات، ديزل ما فيش، بترول ما فيش. نطالب الحكومة بالبترول، نحن لنا أكثر من أسبوعين جالسين مطبرين بالمحطات ومبهدلين ومشمتين، يعني الحكومة لا فين عاد تشتي الشعب هذا يوصل. مشاكلهم هم فلان وزعتان يسدوا، بس لا يدخلوش المواطن في به، رجاء خاص، هذه رسالتي. إشكاليات الاحتكار التجاري لاستيراد النفط والمسؤوليات المتضاربة بين مختلف الجهات الرسمية دعت إلى مؤتمر صحفي عقده مدير شركة النفط محيلا الأزمة إلى عدد من الأسباب المركبة حسب وصفه. ولادة حقيقية الآن لشركة النفط ومصافي عدن يشوبها بعض الضغوط وهكذا، لكن عند تحرير الأسعار وفك الاحتكار وإنزال المناقصات هذا كله سيزول إن شاء الله تعالى. تتوالى الوعود والحلول المؤقتة والمبررات الحكومية، ولا تنتهي الأزمات التي أرهقت كاهل المواطن في العاصمة المؤقتة. آدم الحسامي، قناة بلقيس، عدن.